ما زلنا في نقاش هذا التطور المهم، تحركات إذن داخل أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما الذي يعني هذا الأمر وكيف سيؤثر بالتأكيد على مسار حل الدولتين بعد نهاية الحرب؟ من بروكسل ينضم إلينا بيتر كليبيا الخبير في الشؤون الأوروبية والسياسة الخارجية. من واشنطن ينضم إلينا السفير تشارلز شامرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ مع سيد بيتر، إيرلندا، النرويج، إسبانيا، هذه الدول الأخيرة التي بدأت مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أولا، إلى أي حد هذا الأمر متفق عليه أوروبيا، أو يمكن أن نشاهد تحركات مماثلة داخل دول فاعلة في الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشدة بشأن هذا الصراع، فمن جهة لدينا ألمانيا والنمسا، وهما دولتان تميلان إلى المنظور الإسرائيلي، وكل شيء قد يعود إلى الشعور بالذنب بالهولوكوست أبان الحرب العالمية الثانية. ومن جهة أخرى لدينا إسبانيا وإيرلندا، بصورة أساسية وقد قررتا أن تعترفا بالدولة الفلسطينية بصفة دولة. من المحتمل أن نشهد مزيدا من الدول تسير على نفس المنوال. بلجيكا يتم الحديث عن هذا الأمر، لكن الحكومة منقسمة، لذا الأمر قد لا يرى النور فورا، وخاصة أن هناك انتخابات في بلجيكا في 9 يونيو، لذا هذا الأمر قد يكون على مقربة من توقيت الانتخابات. نعم، ذكرت سيد بيتر ألمانيا، ولديك تفسير لحالة التأييد الكبيرة للجانب الإسرائيلي، ولكن ماذا عن فرنسا؟ ماكرون يقول إن هذا الأمر ضروري وسيحدث في الوقت المفيد، ولكن ليس الآن في هذه اللحظة التي وصفها بالعاطفية. إذن متى تتحرك فرنسا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ فرنسا صراحة تلتزم بموقفها القديم حتى اللحظة، والموقف القديم هذا هو أنها تدعم حل الدولتين، بمعنى إسرائيل تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية، لكن وجهة النظر المتداولة هي أنه لابد من إعطاء الدولة الفلسطينية كمكافأة للسلام في المقام الأول، وأن يكون هناك شروط بعقد انتخابات وترسية الديمقراطية، لأن في الفترة الحالية السيد عباس كان لا يقيم ويعقد هذه الانتخابات، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحماس. هذا هو الموقف القديم. في الماضي بعض الدول كانت مثلا قد اعترفت بالدولة الفلسطينية مثل السويد. نعم، السؤال المطروح هو ما الذي سوف يصنعه هذا من فارق على بصورة عملية؟ فمثلا إيرلندا هناك بعثة قد تمت فلسطينية موجودة في إيرلندا، وقد يتم تطويرها إلى سفارة، لكن بصورة عملية قد تكون خطوة رمزية. نعم، سنعود إلى هذه النقطة المهمة جدا، ولكن نشك في الحوار الآن ضيفنا من القدس المحلل السياسي شلومو غانور. سي شلومو، إذا تابعنا المواقف الأوروبية، اعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل إيرلندا، النرويج، إسبانيا، وحديث عن دول أخرى ربما تسير في نفس النهج. إسرائيل أبدت غضبا من كل هذه التحركات وانتقدت هذه الدول، بل وجهت لها اتهامات ربما خطيرة باستهداف اليهود. هل هذا الموقف النهائي لإسرائيل، أم ستتعامل يوما ما بواقعية مع مسار حل الدولتين الذي يبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ مساء الخير. إسرائيل لا ترفض أي إملاء خارجي عليها، ترفض أي اعتراف بالدولة الفلسطينية. لم يتغير شيء من جهة الموقف الإسرائيلي. إسرائيل تعتبر أن هذه الاعترافات أحادية الجانب، هي بمثابة جائزة للإرهاب، جائزة لحماس، جائزة لإيران،
وجائزة للغير العقلانية التي تسود الآن الأوساط نعم. المختلفة. زد على ذلك، هذا بعد لأن 7 أكتوبر أم الدول، قبل 7 أكتوبر؟ لأن الموقف ذاته حتى قبل 7 أكتوبر لم تكن تفاوض إسرائيل على حل الدولتين ولا توافق على الاعتراف بدولة فلسطينية. أعتقد بأن هذا الموقف تعزز بعد 7 من أكتوبر، حيث انضمت فئات إسرائيلية صهيونية داخلية في إسرائيل إلى كفة الميزان التي تعارض فكرة الدولة الفلسطينية، أي حتى أولئك أنصار السلام وأنصار التعايش السلمي مع الفلسطينيين، وخاصة من سكان غلاف غزة الذين تعرضوا في 7 من أكتوبر لما شاهدوه من عدوان ودبح وأعمال بشعة من قبل حماس، غيروا اليوم أراءهم، لا سيما أيضا الأحزاب الصهيونية اليسارية التي عدلت عن موقفها وانضمت. أي أحداث السابع نعم. من أكتوبر غيرت الموقف الإسرائيلي بصورة عامة ضد الدولة الفلسطينية، وهذا ما يساند الحكومة اليمينية المتشددة الآن نعم. التي في هنا أدنى كراس مشترك هو يجمع المتشددين وأيضا المعتدلين أو ما كانوا يسمون بالحمائم، بأنهم يعارضون فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. هذه هي الاستنتاجات الأولى من جراء الحرب في غزة، وهذا بسبب حماس نفسها. أعتقد بأن وإذا عدنا إلى الاعترافات اليوم، الاعترافات لم تغير شيء على الأرض، بل ليس من الجهة القانونية. هل من يعتبر بأن هذا قد غير فصحتين، انضمت كمان 3 دول، ولكن لا شيء تغير على الأرض باستثناء ربما هذا مسار طويل. هذا مسار طويل، ربما هناك وجهة نظر مختلفة عما تتحدث عنه، تقول إنها رمزية، ولكن هذا مسار طويل، يبدأ باعترافات، يبدأ بإرسال سفراء أو فتح سفارات للسلطة الفلسطينية أو لفلسطين، لاحقا بحل الدولتين، ربما هذا ما يتفق عليه أو ما يعمل عليه. هنا أنتقل للسيد بيتر في هذه النقطة. إذا كيف يمكن المرور من هذه المرحلة الأولى، الاعتراف الذي وصفه ضيفنا من إسرائيل بشيء رمزي وقلل من أهمية هذا الاعتراف، إلى حل الدولتين؟ أعتقد أن الانتقال إلى مرحلة حل الدولتين سوف يتجسد بكل بساطة من خلال العمل الذي قد يستغرق فترة طويلة من الزمن، فمن المرجح قد لن نرى اتفاقا كبيرا وسلاما شاملا، لذا قد يكون هناك في البداية فترة طويلة من الاستقرار والسلام الفعال، ولن يكون هناك إلا بعد تعيين حكومة في الضفة الغربية وفي غزة بحيث يتم قيادتها من قبل القيادة الفلسطينية. وأتوقع أنه بعد سنوات طويلة، بعد أن يتم تجميد هذا الوضع لفترة من الطويلة، وإن لم يقع أي صراع أو نزاع، فحينها فقط يمكن أن يتم تشكيل مسألة الحدود الفعلية للدولتين بصورة عملية، وبعدها يمكن الحديث عن ثلاثة دول. لكنني لا أعتقد أنه من المرجح أن نرى اتفاقا كبيرا إلا قبل أن يعم السلام، لأن أي اتفاق في هذه المرحلة سوف يكون عرضة لتحديات لأطراف من الجانبين، من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الفلسطيني. هناك أناس قد يعارضون أي اتفاق من هذا القبيل. نعم، هنا انتقل للولايات المتحدة الأمريكية، ربما موقفها أوضح حتى من الأوروبيين. هناك خلاف أوروبي حول الاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن واشنطن كذلك لا تبدو متحمسة إطلاقا لهذه الخطوة. سيد ريتشارد، لماذا لا تبدو إدارة بايدن متحمسة لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع أنها في مرحلة ما أثناء هذه الحرب تحدثت فعليا عن الدولة الفلسطينية أو إقامة الدولة الفلسطينية؟ و
لا أعتقد أننا سوف نرى الولايات المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية قبل قيام الطرفين بأنفسهما بالاعتراف على هذه المسألة، لكن الولايات المتحدة سوف تقوم بمؤازرة الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين. إحدى نتائج 7 أكتوبر هي الاعتراف من قبل إدارة الرئيس بايدن بأننا لن نحصل على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، ولن نحصل على أمن دائم لإسرائيل إلى حين وما لم نقم بالتوصل إلى حل الدولتين، بحيث يمكن للفلسطينيين أن يتمتعوا بسيادتهم الخاصة والكرامة وأن تكون لهم دولتهم الخاصة. أي خطوة تسير في هذا الاتجاه هي مسألة ندعمها، ومن المهم أن ننظر إلى ما قالته الدول عندما قامت بالاعتراف بفلسطين. كلها قد عبرت عن دعمها لإسرائيل، لكنها كانت تشجع الفلسطينيين في نفس الوقت أن تقوم بإقامة البنية السياسية التي تمنحهم القدرة على إقامة وحكم دولة تخصهم. مرة أخرى، إذا ما نظرتم إليها بمثابة جهود للتحرك إلى حل الدولتين، فأعتقد أن أولئك الذين يدعمون تلك الحلول فهم يوافقون عليها. ولكن لماذا لا تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بالفكرة الرائجة والهامة، لا أمن لإسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية؟ الحديث عن السلام يمر بداية بإقامة دولة. لا أعتقد أنها تبدأ بإقامة دولة، بل أعتقد أنها تبدأ بالعملية السياسية التي تفضي إلى الدولة. وأحسب أن الولايات المتحدة قد شجعت القيادة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي أن يتخذوا وجهة نظر طويلة الأمد بأنهم إذا ما كانوا يودون العيش بأمن وسلام فلا بد لهم من التوجه إلى قرار دائم لوقف الصراع مع الفلسطينيين. ومن وجهة نظرنا ومن وجهة نظر آخرين كثر وكذلك بعض الدول الأوروبية أن الطريقة للوصول إلى هذا المأرب تتمثل بتأسيس الدولة الفلسطينية. لذا نود أن نرى قيادة سياسية في إسرائيل وبين الفلسطينيين كلهم يعملون من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث يمكن لإسرائيل والفلسطينيين أن يعيشون أمنا طويل الأمد من خلال علاقات حسن الجوار. لا ترى المسألة بطريقة ذاتها عربيا، يعتقد هنا بأن الإقامة أو بأن السلام لن يتم إلا عبر هذا المسار السياسي الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. لا يمكن الاعتقاد بأن السلام سيعم دون هذه النقطة أولا. هنا أنتقل للسيد شلومو. سيد شلومو غانور، قللت من أهمية هذه الخطوات الأوروبية، ولكن كذلك ينتقد الإسرائيليون الجهتين، يتحدثون عن حماس ويتحدثون عن السلطة الفلسطينية. ألا تعتقد بأن إسرائيل عليها أن تتعامل جديا مع مسألة الدولة الفلسطينية، لأنها لا تتعامل مع إسرائيل ولكن على الأقل هي تتعامل مع السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية التي تنسق معها في الكثير من المسائل الأمنية؟ سيدتي العزيزة، في مقدمة هذا الحوار، في مقدمة هذه الساعة، قدمت استعراضا حيا ووافيا لمسيرة السلام التي أنا وكبتها كصحفي في مكان الحدث، وقلت عرضت نقاط ومحطات تاريخية. لنتوقف عند المحطة الأخيرة وهي نيسان 2014، أي آخر مرحلة قد وصلت إليها هذه المساعي بواسطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، حيث أودعته إسرائيل بعد الزيارات المكوكية التي قام بها بين رام الله والقدس، أودعته بعدة رسائل وبعدة تعهدات وبسؤال وجيه: هل السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، على فكرة لم يتغير، هل هو على استعداد للإجابة بنعم على الأسئلة أم لا، ليوضح موقفه لكي لاستكمال هذه المفاوضات؟ حتى هذا اليوم وبعد مضي 10 سنوات وشهر لم تحصل إسرائيل على جواب، أي
للأسف الشديد كل هذه المساعي منذ قبل أوسلو، أثناء أوسلو، بعد أوسلو، وحتى هذا اليوم للأسف الشديد نرى، لا 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 أريد أن أكرر من هي الزعامة العربية الفلسطينية، لا أريد أن أكرر من هو يسيطر الأمور، لا أريد أن أقول بأن هذا الجانب الإسرائيلي الذي تبدل فيه الوجوه وتبدل فيه الآراء هو المذنب أو هو على حق. أقول بأن هناك أزمة ثقة، أزمة ثقة بين الطرفين أساسية تتخللها حسابات الدم التي تزداد يوميا. وطالما هذا الوضع لم يتغير من حيث الوجوه، وجوه سواء في إسرائيل سواء في الجانب الفلسطيني عامة بالضفة الغربية، قطاع غزة، معنى يعتقد بين الجانب الفلسطيني ربما الوضع أيسر في وجود السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي أساساً إسرائيل ترفض كذلك التعامل معها أو وجودها. على العموم من القدس كنت معنا المحلل السياسي شلومو غانور، وبروكسل بيتر كليبي الخبير في الشؤون الأوروبية والسياسة الخارجية، ومن واشنطن ريتشارد شيمر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. شكراً.